السلام عليكم طلاب، كل عام وانتم بخير، صيام مقبول ان شاء الله، وعيد سعيد ينعاد عليكم بالخير والسلامة والعافية ان شاء الله. اليوم محاضرتنا راح تتناول تركيب الدي ان اي، دي ان اي ستراكتشرز اند كروموسوم اورجانيزيشن. وهاي المحاضرة هي مدخل الى علم المولكيولر بيولوجي، اللي يتناول كل ما يتعلق بالدي ان اي والجين. اليوم بهذه المحاضرة راح نعرف النيوكليوتايد اند نيوكليك اسيد، ويعني شنو تركيب النيوكليوتايد والنيوكليك اسيد اللي هي الاحماض النووية. بعض المصادر اللي نقدر نستعين بها إذا يعني نحب نطلع على معلومات أكثر، أو شيء واضح ممكن أن نفهمه من خلال هذه المصادر اللي راح تساعدنا فهم المعلومة أكثر. بالنسبة لل learning outcome أو ال learning objective، بنهاية المحاضرة إن شاء الله بعد ما تقروها زين وتفهموها، لازم يصير عندي فد فكرة واضحة حول تركيب ال DNA وال RNA. الشغلة الثانية، هاي المكونات لكلا الأحماض النووية شلون راح أوظفها بالأشياء العملية وشلون راح أستفاد من عدها. الشغلة الثالثة إنه البولاريتي للدي ان اي والار ان اي بشنو أيضا أقدر أستفاد منها، ومعنى البولاريتي لهاي الأحماض النووية شنو. الشغلة عندنا الرابعة، يعني فد معلومات عن الهيدروجين بوند وشنو وظيفتها وأهميتها بالنسبة لتركيب الدي ان اي as a secondary structure مثل ما شفناها بالبروتين. الفيتشرز اوف دي ان اي دبل هيليكس اللي راح نتعرف عنه وشون راح تكون صفات الدبل هيليكس اوف دي ان اي. Now we talked about the nucleic acid that is DNA or RNA. مصطلح nucleic acid من اسمه الاحماض النووية. الاحماض النووية معناها انه هي شنو موجودة، وين موجودة بالنواة. النيوكليك أسيد are linear polymer of nucleotide. بنقول linear polymers يعني عبارة عن بوليمرات من النيوكليوتيدات تترتب بشكل خطي. هاي النقطة مهمة، من أقول linear كل الإيوكاريوتيك تقريبا يكون الدي ان اي أو الار ان اي يكون بشكل linear، أما بالبروكاريوت يكون بشكل سيركولار مثل ما طرقنا لهذه المعلومات. هذه النيوكليوتايد قلنا تكون بشكل بولي نيوكليوتايد that require for storage and expression of genetic information. الدي ان اي بطبيعته هاي تسلسل من النيوكليوتيدات بتكون عبارة عن مخزن المن للمعلومات الوراثية. من راح تنخزن بالدي ان اي بعدها تتوظف الى ان تعبر هذه الصفات عن طريق شنو، عن طريق الجين اكسبريشن. من يصير له ان شاء الله بالمحاضرات اللي تجي تاخذون يصير له استنساخ، وراها الاستنساخ راح يعبر الجين بشكل بروتين، وهاي البروتينات هي اللي تنطيني الصفات الوراثية اللي تظهر بشكل phenotype. Chemically there are two types of nucleic acid. من ناحية الكيميائية عندنا نوعين من الأحماض النووية اللي هي deoxy ribonucleic acid and the ribonucleic acid DNA والRNA، مثل ما أنتوا ماخذيه احنا بال مراحل الإعدادية إنه الدي إن إي هو عبارة عن ديوكسي رايبونيوكليوتايد، يعني نسميه منقوص الأكسجين. هو بوليمر، يعني نقول بوليمر يعني هو مجموعة من النيوكليوتيدات تكون نسميها ديوكسي رايبو، منقوص
الأكسجين. إن شاء الله راح نشوف وين بيا جزء من التركيب هذا الـ DNA يكون أدي الأكسجين يكون absent. Covalently linked by 3' to 5'. 3' يعني هاي اتجاه شنو؟ اتجاه الارتباط، اتجاه ارتباط الذرات بذرة الكربون رقم 3 إلى ذرة الكربون رقم 5. يعني هذا يكون هذا الاتجاه. إن شاء الله هسه نجيب السلايدات أوضح لكم أكثر شنو معنى 3' direction and 5'. Bound carrying zinc phosphodiester bound that carrying information اللي هي بالخلايا أو ببعض الفيروسات. ال RNA ribonucleic acid من اسمه هو ribo polymer of ribonucleotide هي غير منقوصة الأكسجين مثل DNA وإنما هي ribosine نسميها ribonucleotide. أيضا linked by 3' to 5' phosphodiester bond that function as an intermediate in the transfer of genetic information from DNA to protein. ال RNA هو مرحلة انتقالية، يعني المعلومات ال genetic information من تريد تنخزن بشكل شنو؟ قلنا بشكل DNA، هي بتسلسل قواعد موجودة ضمن DNA ضمن هاي السيكونس. لكن من تستنسخ، من أريد أسوي لها استنساخ، راح يستنسخ ال DNA إلى RNA نسميه transcription. من راح يستنسخ ال RNA بعدين شو يصير له؟ يصير له translation، يعني يصير له ترجمة. هاي القواعد النيتروجينية أو النوكليوتايد تترجم إلى شنو؟ إلى بروتينات اللي تنطيني الفينوتيبك الصفات الظاهرية وليس الصفات الجينية. الصفات الظاهرية اللي هي مثل صفة لون العين، لون البشرة، ومن هاي الصفات الوراثية. هسه نجي إلى تركيب النيوكليوتايد. النيوكليوتايد اللي هي building block of nucleic acid نقول basically تتكون من 3 مكونات النيوكليوتيدات، هي النيتروجين بيز اللي هي هذه، والفوسفيت شوغر هذه البيز، هذه الشوغر وهذه الفوسفيت. هاي 3 مكونات رئيسية تكون لشنو؟ تكون للنيوكليوتايد. من أقول النيوكليوسايد، النيوكليوسايد just base and sugar يعني بدون phosphate group، هاي سميناها بالنيوكليوسايد. عندنا نوعين من النيتروجين بيز، حسب شنو؟ حسب الرينج، أوكي، حسب ال structure of the ring. مثلا ها عندي التو رينج نسميها بالبيورين، والون رينج أسميها بالبرميدين، هذه النيتروجين بيز. على مود لا ننسى بيورين، يعني تخلوا بالكم بيورين يعني اثنين، برميدين اللي هو الواحد، الاثنين هذه البرميدين البيورين والحلقة الوحدة هي البايرميدين. أكو فد صفات تتعلق بهاي التو نيتروجين بيز. أول شيء أكو similarity between the purine and pyrimidine، تشابه خاصة بمن؟ خاصة بالsix ring member، أكو تشابه بيناتهم. الشغلة الثانية إنه هي هاي الستركشرات تكون بشكل planar، يعني تكون مسطحة. هذا الشكل يعطيني فد flexibility للDNA إنه يتشكل ويصير لي هذا الدبل هيليكس، ليكون سهل الحركة، يكون مرن. من تصفط النيتروجين بيز يعني بشكل صفائح مسطحة، راح يكون سهل الحركة، يسهل حركة الدبل هيليكس وينطي مرونة
ينطي مرونة. فهذه الدبل باوند بتوين ذيس بيز راح تطيها شنو؟ تطيها مرونة بالالتفاف، يعني حتى تكون لي هذا الشكل الحلزوني اللي احنا نعرفه. النيوكليوتايد قلنا اما تكون بيورين او بيرميدين. البيورين عندي نوعين اللي هي ادينين وجوانين. ادينين جوانين يعني خذوها بمصطلح ايج على مود لا تنسوا ايج. اما البيرميدين قروب كات اللي هو السيتوسين واليوراسيل والثايمين، هذني وان رينج. اما الايج اللي هي الادينين والجوانين هما الدبل رينج. هاي حتى نخليها ببالنا. القواعد النيتروجينية الموجودة بالدي ان اي هي الادينين والجوانين والثايمين والسيتوسين. اكو فرق بين الدي ان اي والار ان اي جاست ان ذا يوراسيل. بالدي ان اي موجود ادي شنو؟ الثايمين، بينما بالار ان اي يكون موجود عندي اليوراسيل. Now talked about the pentose sugar. البنتوز شوغر احنا ها قلنا الفرق الرئيسي هسه من نجي نقول هذا منقوص الاكسجين، الدي ان اي منقول منقوص الاكسجين. شوفوا هنا الفرق بهذه الصوره، هذه الدي ان اي قدامنا، هذه الدي ان اي شوفوا ذره الكربون رقم 2 برايم، ما عندي اكسجين جاست هيدروجين، بينما الار ان اي موجود عندي الاكسجين. هذه ان شاء الله راح هالخاصية هاي انه الدي ان اي يكون منقص الاكسجين بهاي الذرة نوظفها بالستركتشر اوف ذا دراج، بتركيب الادوية اللي راح يكون مهم جدا بعلاج بعض الفيروسات او البكتيريا اللي راح عن طريق صنع هذا الدراج راح يقطع لي شنو؟ يقطع تضاعف الفيروس او البكتيريا في هذا الموضع. من راح اخلي مثلا هنا بمكان هاي الموقع ال 2 برايم اخلي او اتش، بمكان الاتش بهاي الحاله راح يصير عندي قطع للريبليكيشن مالت الدي ان اي، فما راح تجي شنو اذر نيوكليوتايد وترتبط بهذه المواقع. إن شاء الله نجي ناخذها بالمحاضرات السابقة، المحاضرات إن شاء الله اللي تجي. الفوسفيت جروب عندنا الأذر ستركتشر اللي هو الفوسفيت جروب. The phosphate group are strongly acidic. ليش؟ لأن يحمل، شوفوا هاي الشحن الموجودة عليه نيجاتيف، تحمل هاي الشحنة راح يكون highly acidic. بهاي الحالة أيضا راح نستفاد من الأسيديتي of the DNA or RNA، لذا احنا نسميه acid nucleic acid. فالأسيديتي تجينا من هذه الصفة.